أكذب عليك ليش حنايا ملي كيعرضوا علينا راه كنلبيو الدعوه هاد اللي ذوي الاحتياجات الخاصه داكشي كنديرها بيني وبين سيدي ربي. حاجه اخرى العرضات اللي كيكونوا باينين راه ديما حاضر معاهم وقت ما عرضوا عليا سولي المسؤولين ولا داكشي كنجي كانت لي كان الميديا ولا ما كانوش المهم كنكونوا من الناس الحاضرين لان هذه خاصنا ذوي الاحتياجات الخاصه كنرسموا بهم دوك الاطفال ديك البسمه عاجي راه ملي كيضحك لك داك الطفل او الام ديالو كتجي ديما وليت كنعرفهم كاملين تقريبا كثرت ما كنجيو كنحضروا زعما داكشي كيفرح لي بزاف كيفرح لي شخصيا ملي كتكون عارض يعني شي ملي كيعرضوا عندنا كاينين دي زيميسيون اللي كيكونوا كنديروهم كنمشيو كنتسول راه بزاف لما نذكر السميات ديالهم كيقولوا لي يا سعيد راه هاد الفلوس اللي غادي انت معروض راه غادي تمشي لهاد الجمعيه ماشي درتها خطره ولا جوج ولا ثلاثه بزاف الخطرات كنحيد الصالير ديالي كان اللي غادي ناخذو كاينين السهرات اللي كنمشي بالعديد ديال السهرات اللي درتهم المغرب كامل اللي كيعيطوا لي كنقول يا سعيد راه غادي معروض حليك راه هاد الفلوس اللي غادي تعرضوا اللي غادي ناخذهم راه غادي يمشيو لهاد الجمعيه وكان بالعكس ملي كنسمع هكا كنمشي كيما كنلبي النداء ملي كتكون شي حاجه راه كنلبي النداء ما كيمشي الجمعيات كاينين دي شوز عرضوا عليا منين تعرض عليا جمعيه تقول يا سعيد راه هاد الفلوس راه غادي يمشي الجمعيه ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا وكنديرها ولدي كيشارك معايا ماشي غير كيشارك معايا في الكليبات كيكون حاضر معايا كيلعب كوره المهم كنجي كنحاول ندمج ولدي في هادشي ديال الجمعيات ماشي يولي فنان لا كنحاول بعدا ندمجو في الجمعيات باش يكون داك الحب ديال الجمعيات مع الناس باش يكون التواصل مع هاد الناس هادو باش ولدي ما كنخليهش في الدار كنجي حتى هو كيشارك مع الناس ياكل معاهم يتصاحب معاهم باش ما يبقاش ولد الشعب كما سماوني انا ولد الشعب الشعب سما عبد ربي سعيد مسكر ولد الشعب حتى ولدي بغيت يكون ولد الشعب يكون حاضر مع هاد الناس هادو غني لنا شي مقطع من الاغنيه ديال بابا انا هاي كلاس انا هاي كلاس كلمه ديالي قرطاس ماشي غير بروماس اللي دوا نعطي جوابو لا تشير براس الا دويتي سكتو ما تبقى فيا ولا باس هاي كلاس بغيتي تولي مغني بحال بابي تولي بحالو لا اقرا شوف اقرا بعدا كما قرينا اقرا وديك الساعه انا ما نقدرش ندخل ليه في المسائل ديالو داكشي ديال سيدي ربي وديال الله